رئيس الوزراء يتفقد مصنعا لإنتاج عدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع والذكية بمدينة العاشر من رمضان. تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، إجراءات احترازية ووقائية بعدد من المصانع على مستوى الجمهورية لحماية العاملين والمتعاملين. العاملون برئاسة الجمهورية يتبرعون 20% من رواتبهم لصندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ظهر اليوم بزيارة المنطقة الاستثمارية بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. كما قام رئيس الوزراء بزيارة مصنع يقوم بإنتاج عدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع والذكية. هذا خضع رئيس الوزراء ومرافقوه لدى دخول المنطقة لإجراءات الوقاية المتبعة. كما أشاد رئيس الوزراء بدأ بالعمال على استكمال العمل والإنتاج لتبقى الماكينات تدور وتنتج. وأشاد رئيس الوزراء خلال الجولة باستمرار العمل في كافة المصانع وفق ضوابط تحقق معايير السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة التي تشهد جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد. تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ عدد من المصانع على مستوى الجمهورية بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد. وتضمنت الإجراءات توفير أجهزة لقياس درجة حرارة المترددين على المصانع سواء من العاملين أو المتعاملين، وكذلك توفير الكمامات والأقنعة والقفازات الواقية من انتشار العدوى. كما تم توفير بوابات للتعقيم على مداخل المصانع، فضلا عن توفير سوائل التعقيم في جميع الأماكن حرصا على سلامة العاملين. وتضمنت الإجراءات أيضا وضع علامات إرشادية على أرضيات مداخل المصانع وفي أماكن التجمعات لتحديد المسافات الآمنة لتفادي الاختلاط، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه أمس الأول كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية. أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع بتقارير دورية الجهود التي تقوم بها كافة المحافظات فيما يخص تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ومنع البناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء. وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيتم رصد أي محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فورا. وأشار شعراوي إلى أن المحافظات تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة في مهدها وفور الشروع في تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية. أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن العاملين برئاسة الجمهورية قرروا التبرع بنسبة 20% من رواتبهم لصندوق تحيا مصر لمدة 3 أشهر. وقال إن القرار جاء كمبادرة من العاملين بالرئاسة لصالح العمالة غير المنتظمة الذين تأثرت دخولهم بأزمة فيروس كورونا المستجد. بدأت وزارة البترول صباح اليوم في تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات، وذلك طبقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وكانت اللجنة قد أعلنت عن الأسعار الجديدة للبنزين والمازوت مساء أمس، والتي تطبق خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتضمنت الأسعار الجديدة تخفيض سعر البنزين بمقدار 25 قرشا، ليتم تعديل سعر بيع البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر، وبنزين 92 ب7.50 جنيه للتر، وبنزين 80 ب6.25 جنيه للتر. كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن، وثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.
مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.